مثل ما تعرفون اليوم صباح جمعة، أكثر على الصلاة على النبي. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي. الأكثر على الصلاة على النبي في يوم الجمعة له فضل كبير. ويوم الجمعة نذكركم ونذكر المشاهدين بعمل الخير، تصدقوا عن موتاكم، اذكروا موتاكم بدعوة. فكفالة اليتيم أو وقف اليتيم بمكة 300 ريال تكفل بها يتيم مدى الحياة. نذكركم ونحثكم على الخير، وأنتم خير من يبحث عن الخير، والله يجزانا وإياكم العلم الطيب. طول عمركم.